مرحبا ونهار كبير هذا كبير كبير. مرحبا راه حسن فلان تلقنا في هذا العرس. هذه تلقنا في العرس وي. كنت مع حباب العروس ولا حباب العريس؟ والله الا انا كنت مع واحد الحبابي ما هما لا العروسه لا العرس ولكن تسمى في بليزير يوصل مستوى ديال العرس في المغرب هذاك التنظيم وهذاك الشكل الجميل جدا. صافي استبيان اورغانيزي بزاف كاع استبيان سواء العرس في جاجاد نضم في جهه ضرب وعزه غير اللي واعر في هذاك العرس هو اللي ما عندوش طوموبيل ما خصو يبرك خصو 3 ايام باش يوصل. هذا موضوع مهم غادي نهضروا عليه دابا. استنظر 035 300 300 العرس البعد ديال قاعة الحفلات 035 300 كيفاش وعلاش وتحت لين يعني هذا المشكل عندكم مشكل بس فراكم مشكلة فاش كتكون غادي المهم الا غضبت لك العروسة مشيتي فيها هذاك البعد الا علقت شحال خصك هضرتي ديك النهار في ذاك العرس باسكو حسن فلان عنده واحد القاعدة فاش كيكون في شي عرس كياخذ الميكرو يفيه ان بوت ستاند اب دونك درتي ستاند اب ديك النهار هضرتي على شويه ما كنعرفش ليه ولكن غير بوغ فيغ بليزي للناس استبيا باسكو هضرتي على الحوايج ديال العيالات والحوايج ديال الرجال كما الحوايج ديال العيالات سوين اكثر من الحوايج ديال الرجال بزاف من غير انت اللي لقيتي امراه اللي بحالك شي شحال زوينه ديك السيده شكون هي شكون عارفها باسكو حسن فلان شنو دار في العرس ناض ومشى نوض ديك السيده قال لهم لا هذه هي ملابسها هي الثمن ديالها عاد ما داكشي كامل لابسها راه مجموعه ظريفه وظرافات الله يعمرها دار ايت راديو ايت راديو ايت راديو